dedication, hard work, discipline. Monami Club includes all of these qualities and more. But knowing that he's one of the greatest supporters in Morocco, he has gathered more than 20 people of his club. People who deserve to be said about them are real champions, but they need some support. And that's why we decided to do this challenge. الرياضة هي اللي كتخلي أي إنسان في الحياة كتكون عنده طموح، كيكون عنده رؤية، كيكون عنده هدف. بدون الرياضة ما كاين حتى شي حاجة. صعيب على شي إنسان ما يكونش كيدير الرياضة ويكون منضبط في الحياة ديالو. علاش؟ الرياضة كتخليك ديسيبليني بزاف بالنسبة للتغذية ديالك، بالنسبة لأي حاجة ديالك بغيتيها في الحياة. الرياضة كتخليك أنك ديسيبليني بالنسبة للنعاس، الماكلة، لونطريمو، كتحرم راسك من بزاف ديال الحوايج. مكاينش داك الخروج مع الدراري، مكاينش السهرات، مكاينش بزاف ديال الأمور. كتخليك ديسيبليني، كتخليك كتصلي، كتقد الماكلة ديالك، كتقد لونطريمو ديالك، كتحط هدف ديالك. يعني أي إنسان على وجه كرة أرضية إذا كان كيدير الرياضة كتلقاه ديسيبليني في الحياة ديالو، سواء كان طبيب، سواء كان مهندس، سواء كان أستاذ، سواء كان بناي، سواء كان ميكانيك، أي حاجة. الرياضة أنا بالنسبة لي هي كل شيء في حياتي، ما نقدرش نقطع الرياضة. أنا بدون الرياضة لا شيء. الرياضة أنا قلبت لحياتي 180 درجة، من واحد المنحة إلى منحنى آخر. الرياضة كنت واحد الإنسان اللي منهدم بهذا المفهوم، هذا من الوسط الاجتماعي، من الوسط المدني، من بزاف المسائل اللي هي. ولكن من دخلت هذا المسار الرياضي خرجت إنسان واحد آخر. بالنسبة لواحد السؤال كيصور لي شي أبطال، شي ناس كيقول لك بالنسبة لهاد الشعور اللي كدير، كيشوف دراري في راسهم ما شاء الله كيتقاتلوا، دري عندهم بنية جسمانية بلا شي، يعني بلا ما كتلقاه بطل ويلاه مقاتل مع الوقت بإمكانيات جد بسيطة، اللي هي أنه كتكون له خوض غير 4 الوجبات، يعني يلاه كيتقاتل معاهم باش كيوجدهم بطاطا، روز، بيض، طون، شي حاجة اللي هي طبيعية، وكتلقى عندهم تبارك الله واحد لاديسيبليني واحد الروح قتالية في لاصال. نقدر نقول أنا هاد القتالية كنشوفها غير في لاصال المرامي عندي. طبيعة الحال اختارينا أقوى المتبارين اللي غادي يكون إن شاء الله غادي يتبارو معنا في واحد الشارج اللي غادي يكون في النسخة الثانية ديالو. ديجا النسخة الأولى العام اللي فات كنت غنتبع واحد البطل، تا هو راه مشارك معنا في هاد النسخة الثانية اللي غادي تكون عامرة بالموتيفاسيون، وحاولنا أننا نلعبو باش نحسنو من الجودة ديال هاد التبارين. كما قال لكم خويا سي محمد، ان شاء الله هذه البطوله هذا بروجي كنا حطيناه من العام اللي فات، وبدينا ان شاء الله هذا العام هذا باش ان شاء الله غادي تكون واحد المستوى زوين، لان عندنا مسابقات ديجا بديناهم، وهذه المسابقه اللي غتكون فيها 3 ديال 4 ديال الحركات عفوا، اللي هما غتكون فيهم عناصر عضليه
لا بالنسبه للشباب ولا بالنسبه ان شاء الله للديزاين اللي غيكون مخططين. كما قلت لكم تبارك الله عندنا خامات عضليه من الانتاج المحلي ديال نادي مونامي، للتحفيز المعنوي، التحفيز المادي، التحفيز سميتو الجسماني. وتبارك الله اليوم غيكون ان شاء الله واحد الشهر اللي هو زوين بزاف، غتكون فيه منافسه وغتكون فيه ديك النديه وغيكون فيه ديك التحفيز لجميع الابطال ديالنا. خليكم معنا، غادي ندخلوا الاجواء ديال التباري اللي غادي تكون عامره بالموتيفاسيون، ومازال ان شاء الله جايين دورات وحدين اخرين. خليكم مع السيما. انا ما خدامش، وقف هكا ودفع باش غينسال ودفع. Thank you.
34 كاين حكم كاين 38 37 40 41 42 43 44 تاخذوا في تركي يقول لك انا ضربت مزيان العيان اللي تاكل في الصوره اللي ضربو كيسكات عمر شي واحد راه الباطر كيوجد الشرو كيتشد الريجي و كيطلع البوديوم و تيطلع مشرب و مكيكلاصيش و كيبقاش هو الباطر شويه طلعتي للبوديوم راك باطر دونك راك شربتي هنا راك باطر ما بقاش يموت حنا يعني مازال بطولات القدم صنع كلشي يرضى حنا كلشي ابطال بلا ما سير برا يلا 24 24 25 كمل هكا 26 26 26 27 معلم سير 28 ما شاء الله مزيان Oh!
ان شاء الله بريباراو ان شاء الله.